النهارده هنكمل اللي احنا اشتغلناه السكشن اللي فات. احنا كنا السكشن اللي فات اتكلمنا على الناتشورال ووتر. هنتكلم النهارده على موضوع جديد غيره خالص، اسمه الانفيرومنتال هيدرولوجي او الهيدرولوجيا البيئيه. طيب احنا المره اللي فاتت لما جينا اتكلمنا على اول حاجه اسمها الناتشورال ووتر بوديز، واتكلمنا على الفرق ما بين الانظمه المائيه المختلفه على حسب حركة المية أو سكون المية أو إنها كوستال أو إنها جراوند ووتر. النهارده هنتكلم على موضوع مهم تاني قبل ما نتكلم على الووتر كواليتي. احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش لسه على الووتر كواليتي، لسه فكرة بالضبط جودة المية دي لسه ما اتكلمناش عنها، هنتكلم عنها إن شاء الله تقريبا من بداية السكشن الجاي. لكن النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي. الموضوع ده هو المدخل بتاعنا لفهم ليه احنا أصلا بنهتم بحاجة اسمها ووتر كواليتي. نتكلم عن حاجه اسمها الناتشرال ووتر كواليتي تشالنج او التحديات اللي بتواجه نوعيه المياه الطبيعيه. اخطر حاجه ممكن تواجه جوده المياه هي موضوع الووتر بوليوشن او تلوث المياه. تلوث المياه ده هو اللي بيغير من طبيعه المياه، فعشان كده بنسميناه ان هو التحدي الرئيسي اللي بيواجه جوده المياه. احنا المره لما جينا اتكلمنا على الماده، فقلنا هي بتنقسم لجزئين، الجزء الاول اللي هو الهيدروجيا البيئيه، والجزء الثاني هو ضبط جوده الميه. الهيدروجيا البيئيه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت دي كانت بتهتم اكتر حاجه ايه علاقه الدوره المائيه او الدوره الهيدروجيه او الووتر سيركل دي، الدائره المفرغه الموجوده في الطبيعه، وعلاقتها بالانسان والكائنات الحيه، ازاي الانسان والكائنات الحيه بتتفاعلوا معاها. احنا قلنا ان للاسف لو حصل اي توقف او حصل تدهور لاي حاله من حالات اللي بتحصل داخل دوره الميه دي، العالم هيتوقف او هيحصل مشكله في العالم. اشهر حاجه ممكن تعطل الكلام ده، تعطل التكثف، تعطل الامطار، تعطل حركه الميه وتدفقها او البخر او النتح، هو مشكله كبيره جدا اسمها تلوث الميه. تلوث الميه دي اكبر مشكله بتواجه الانسان في الوقت الحالي. طبعا هو التلوث عموما في كل حاجه، سواء كان في الهواء، في التربه، في الصوت، حتى ده كله احنا بنسميه تلوث. لكن احنا بنتكلم في الماده دي على تلوث الميه. طيب محتاج اعرف ايه عن تلوث الميه عشان اقدر اقول ان انا كده عرفت الم كل حاجه عن تلوث الميه. محتاج اعرف عده نقط مهمه قوي عن تلوث الميه، او ممكن في الامتحان تتسال في تلوث الميه ازاي، فتتسال في التعريف بتاعه، يعني ايه اصلا تلوث ميه، تسال فيه عارف الووتر بوليوشن، تسال ايه هي السورسز، ايه هي المصادر اللي بتسبب الووتر بوليوشن، اللي هي ايه هي المصادر اللي ممكن تسبب تلوث الميه. هناخد انواع تلوث الميه، هل كل التلوث اللي بيحصل للميه ده واحد ولا في انواع مختلفه؟ هنتكلم على الكوزز، الاسباب او المسببات اللي بتسبب تلوث الميه، الحقيقه الحاجات اللي ممكن تسبب تلوث الميه. وهنتكلم في الاخر على الاثار او التاثير اللي بيحصل لو حصل تلوث الميه، سواء كان على الانسان او على البيئه او على الكائنات الحيه المختلفه. لو اتكلمنا اول حاجه عن تلوث الميه او الووتر بوليوشن، حد يعرف يقول لي ايه هو تلوث الميه؟ المفروض احنا حضرنا المحاضره، فاكيد برضو عارفين ما الميه. المواد اللي عنده اجابه، معلش يا جماعه، زي ما اتفقنا، معلش يا محمد، معلش يا محمد، جزاك الله خير يا محمد، معلش بس اللي عنده اجابه ممكن يرفع ايده عشان نشوف بس مين، يعني مين اللي عارف، وبعدين انا هختار او هنشوف لو محدش عارف، لو واحد بس عارف هو اللي ايه، هو اللي هيجاوب. فعايزين نعرف ايه تلوث الميه. في حد تاني غير محمد؟ محمد رشيد، مروان، ماشي يا مروان. في حد تاني؟ حد تاني يعرف يعني ايه تلوث ميه؟ محمد ربيع، ماشي يا محمد، تمام. اتفضل يا محمد رشيد، اتفضل يا محمد. هو وجود مواد غير مرغوب فيها في المياه تؤدي لتلوثها والضرر بالمستخدم اللي هو الإنسان. يعني اهم حاجه في توصل المياه دي انها ما بتخليش المياه تصلح للاستخدام اللي انا شغال فيه، صح كده؟ تمام. هو ده اشهر تعريف. بنقول ان تلوث المياه هو اي تغير او تعديل في خصائص المياه. المياه نفسها ليها خصائص، الخصائص دي هنتكلم عنها ان شاء الله السكشن الجاي، اسمها الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. يعني لو انا عندي كوبايه ميه هنا كده، كوبايه الميه دي، لو انا هدرس الميه اللي جوه الكوبايه دي لازم اعرف التلات خصائص دول، هنتكلم عنهم بالتفصيل. يعني مثلا زي اللون، زي الطعم، زي الرائحه، دي حاجه فيزيائيه.
زي مثلا البي اتش، دي حاجات كيميائيه، زي مثلا فيها بكتيريا وفطريات، دي حاجات بيولوجيه. لو حاجه غيرت من اللون، غيرت من البي اتش، غيرت من البكتيريا او الفطريات الموجوده في الميه، ده بنسميه تعديل او تغيير. طيب مش مشكله ان لو حصل تغيير او تعديل في الحاجات دي ممكن تحسن جوده الميه مثلا يعني، لكن لا، لو حصل التعديل ده وخلى ان انا ما اقدرش استفيد من الميه دي في الاستخدامات المختلفه، حد يعرف يقول لي ايه هي الاستخدامات المختلفه للميه؟ معانا محمد طارق، مع محمد طارق عبد الله معايا. معاك يا باشمهندس، ايه هي الاستخدامات المختلفه للميه؟ ممكن تكون ايه؟ هو في كذا استخدامات، يعني مثلا الاستخدامات الإدمية، مثلا اللي هو الاستخدام مثلا الشرب، تمام، ايه تاني بقى غير الشرب مثلا؟ الزراعة مثلا، الصناعة. الزراعه، ممتاز، صح كده. يبقى الاستخدامات المختلفه اشهر 3 استخدامات عندنا هي الشرب، دي اهم حاجه، رقم 2 الزراعه، رقم 3 الصناعة. مثلا في ان انا ابرد مثلا المكن اللي عندي في المصنع، انا ممكن مثلا شغال على الموضوع ده بجلود او اي منتجات فيها مية، ممكن استخدم مية في الصناعة. يبقى لو ان التعديل او التغيير ده يعني ما خلينيش استفيد من المية في الاستخدامات المختلفة دي، سواء انا او الكائنات الحية، على فكرة ده بسميه تلوث للمية. طيب تلوث المية ده على فكرة بيحصل دايما في المجاري المائية. احنا هنتكلم اكتر عن المجاري المائية بتاعتنا، احنا هنتكلم على البحيرات، على الانهار، على المحيطات، بنتكلم عنها. ف مشكله التلوث ده اللي بيحصل ده، ان هو بيخلي المجرى المائي اللي انا بشتغل عليه، اللي انا هشرب منه، اللي انا هزرع منه، اللي انا هعمل منه صناعه، بيخلي الماء المجرى ده مش صالح ان هو اقدر استخدمه للحاجات المختلفه. الحاجه الثانيه كمان لازم نتكلم عنها، ان هو بيحصل لجميع الانظمه. يعني احنا لما جينا اتكلمنا قبل كده اتكلمنا على 4 انظمه لوجود الميه في الطبيعه، زي البحيرات والمحيطات والانهار والميه الجوفيه وتداخل ميه ملح مع ميه العذبه. كل ده ممكن يحصل له تلوث، مش بس الترع بس يحصل له تلوث، مش بس النهر بس يحصل له تلوث، لا، كل الحاجات دي معرضه للتلوث. عشان انا اقدر اقول ان ده تلوث، في حاجه اسمها معايير قياس جوده الميه، وده اللي احنا هنتكلم عنه السكشن الجاي بالتفصيل اكتر. المعايير دي مهمه قوي، دي هنتكلم عنها بالتفصيل المره الجايه عشان ما نضيعش فيها وقت، بس دي اللي انا اقدر من خلالها اقدر اقول ان الميه دي كويسه او لا. وفي اخر السكشن ان شاء الله هنسال السؤال ده ونشوف الناس فاكره الاجابه دي ولا لا. طيب هنتكلم بقى على اول حاجه من التفاصيل. احنا كده كده اتكلمنا خلاص عن التعريف، مهم قوي التعريف يكون معانا في الصوره. هنتكلم بقى على او تاني حاجه مهمه لازم تعرفها في موضوع تلوث المياه ده، وهو السورسز او الكاتيجوريز بتاعه الووتر بوليوشن. ايه هي المصادر اللي ممكن تلوث المياه؟ فلو اتكلمنا اول حاجه من حيث مصادر طبيعيه وبشريه، احنا ممكن نقسم التلوث اللي بيحصل المياه ده اما ان يكون طبيعي او يكون بشري. طيب لو احنا عايزين نقول بشري، ده ممكن يكون جاي منين؟ معانا محمد سليمان السباعي. محمد سليمان السباعي معايا؟ محمد سليمان السباعي مش معانا؟ معاك يا باشمهندس. طيب ممكن يكون التلوث البشري ده جاي منين؟ يعني ايه الحاجة اللي ممكن تغير تلوث المياه عن طريق الإنسان؟ جاي منين؟ ممكن مثلا تكون اللي هو ان هو يرمي مثلا من الزبالة. ماشي، تمام، ده بنسميه صرف صحي تبع الانسان. ايه تاني غير ده؟ احنا في تانية مدني كنا اتكلمنا عن مادة اسمها فيروس صرف، صح؟ الصرف ده جاي منين؟ ممكن يكون صرف صناعي او صرف صحي، او ايه تاني بقى غير الصرف الصحي والصناعي؟ صرف زراعي، صح كده؟ يبقى البشري ده في الاغلب بنحصره بين 3 حاجات، الصرف الصحي اللي جاي من الانسان، الصرف الزراعي اللي جاي من الاراضي الزراعيه بعد عمليه الزراعه، بيبقى ميه، الميه دي بيكون فيها اسمده وبيكون فيها مبيدات حشريه، ففي الاخر بتصب جوه المصرف، المصرف اخره بيصب فين؟ بيصب في تبعه او بيصب في البحر، صح كده؟ فده بيلوث. اخر حاجه زي ما انت قلت برضه، ان في تلوث صناعي، ده في مصر لو في مصانع موجودة على جنب ضفاف النهر أو على ضفاف البحيرة،
برضه ممكن يرمي المخلفات بتاعته جوه الايه؟ جوه الميه. طيب ده بالنسبه للبشري، ماشي، متشكر جدا يا محمد. طيب بالنسبه دي الطبيعي، حد يعرف ان هل ممكن يكون في مصدر طبيعي يلوث ميه؟ مصدر طبيعي، فدي ممكن الناس شوف الناس ترفع عليها بقى عشان نشوف السؤال ده مهم قوي. هل في مصادر طبيعيه ممكن تلوث الميه او لا؟ مين يعرف مصدر طبيعي ممكن يلوث الميه؟ ماشي، معانا محمد ربيع، اتفضل يا محمد. يعني مثلا النهر ممكن يكون جاي محمل مثلا حاجات مثلا جايه من الانسان، يعني سواء صرف صحه او صرف حاجه، ويصب في بحر مثلا او يصب في محيط، ما هو كده النهر هو اللي لوث البحر او المحيط. ماشي، بس الاصل التلوث ده الانسان هو اللي عامله، اه مش لا انا عايز حاجه تانية. هو طبعا ممكن يكون بطريقه غير مباشره، بس في الاخر يعني اعزكم الله، الزباله اللي هو الانسان رماها في الميه دي هو اللي رماها بايده يعني مباشره. انا عايز حاجه ممكن ما تكونش مباشره وتسبب برضه في موضوع التلوث. يعني هي بص، انا دايما زي ما انت قلت كده، انا هو احنا متفقين مع بعض ان اصل التلوث ده هو الانسان. حتى في آية في القرآن بتقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أكيد التلوث ده هيكون في الآخر مصدر الإنسان، بس ممكن بطريقة غير مباشرة، غير مباشرة. يعني الإنسان ده أما رمى المية بتاع الصرف الصحي أو الزراعي أو الصناعي كان قاصد إن هو يلوث، ما فيش حاجة تانية. لكن في حاجات طبيعية ممكن تكون حصلت فلوثت المية. زي طب ماشي ماشي محمد، شكرا. محمد أحمد السعيد، ممكن مثلا زي الكوارث الطبيعية زي البراكين أو كده. ممكن صح، ممكن لو في كوارث طبيعيه وبراكين ممكن ترفع من درجه حراره الميه. واحنا هنتكلم بعد كده على ان لو درجه حراره الميه زادت ممكن تقلل من الاكسجين المذاب في الميه. تمام، مش محمد في حاجه تانيه؟ مروان عندك اجابه تانيه؟ ثاني أكسيد الكربون ممكن بيزود حموضية المية، وده ممتاز. ممكن يؤدي لقتل كائنات حية زي ممكن البكتيريا، للأسف طب كويس، الدخل بقى للميه ازاي الكربون الزياده ده؟ من الهواء. من عن الهواء طريق، ثاني أكسيد الكربون بيتفاعل مع المية نفسه، مكون أيونات بقى يرفع تمام، حرارة المية. حلو قوي. بس القصه كلها ان في دوره اصلا للكربون دي ثابته من ايام الله سبحانه وتعالى خلق الارض، والدوره دي ثابته. يعني على فكره الكربون ده مفيد جدا في الميه، لكن لو زادت نسبته عن حد معين دي المشكله، زي ما انت بتقول كده بتزود من حموضيه الميه. لكن الكربون ده دخل ازاي؟ ايه حاجه اللي دخلت الكربون ده جوه الميه؟ يعني هو دخل عن طريق ايه؟ هل الانسان هيجي واحد يقوم صاب كربون جوه الميه طبيعي كده ولا بيجي منين؟ طيب أو ممكن مش اتفضل. عارف بصراحة، مش عارف. طيب هنشوفها دلوقتي. طيب محمد سليمان عندك اجابه ثانيه؟ عن طريق الامطار يا باشمهندس. عن طريق الامطار، صحيح، دي امطار الحموضيه اللي انا عليك هنتكلم عنها. ممكن امطار الحموضيه دي يكون الانسان نفسه مش مباشر فيها، بس عشان تكون العوادم بتاعه المصانع وبتاعه السيارات فطلعت فوق في الجو قعدت لفترة طويلة قوي وبعدين حصل القصة دي. من شكرا يا محمد. طيب مايكل، اتفضل يا مايكل. بيتفاعل مع المواد الدايبة في المية يا هندسة. تاني كده معلش ما سمعتش. بيتفاعل مع المواد الدايبة في المية. ايه اللي بيتفاعل بقى؟ ثاني أكسيد الكربون. اه ماشي. طب احنا خلاص كده الكربون خلصنا. في حاجة تانية غير قصة ان الكربون ممكن يزيد في المية يكون طبيعي؟ لا، ما تمام، ما فيش مشكلة، هنتكلم دلوقتي. طيب لو قلنا على المصادر الطبيعية دي التلوث اللي تشكل طبيعي، زي ايه مثلا؟ زي الطمي. بمعنى ايه؟ احنا عارفين ان المية بتنزل على الهضاب الموجودة في اثيوبيا، يعني لو مثلا كده مع حيط نهر النيل، فالامطار دي وهي نازلة بتجيب معاها الطمي. الطمي ده لو تراكم بطريقة كبيرة جدا اكتر من المية، ممكن المية تتفاعل مع الطمي الموجود ده اللي جواه كبريت، ممكن يكون جواه فوسفات، ممكن يكون جواه اي نوع من الاحجار الجيريه، فممكن يلوث الميه نتيجه الامطار العاديه خالص نزلت على الطمي وبعدين اتحركت. فالمفروض من الانسان ان هو يعمل ايه؟ ان هو ينقي الميه دي او يظبطها قبل ما يجي يشربها او يستخدمها في اي عمل. ثاني حاجه، عن طريق تغير درجه الحراره. كان لسه حد دلوقتي قايل لي ان في حاجه، لو حصل براكين مثلا، لو حصل براكين، البراكين دي ممكن تكون جنب ترعه او جنب بحر او جنب نهر، فتعلي من درجه حراره الميه، وده بعد كده هيحصل مشكله كبيره قوي. المشكله الكبيره دي هنتكلم عنها بعدين. الملوحه، ممكن تكون الملوحه زادت نتيجه ان في كميه ميه مثلا جايه
في وقت معين من الصيف او الشتاء ما كانش فيه عمليه بخر كتير. يعني مثلا في الصيف المفروض بيحصل عمليه بخر، فالبخر ده بياخد الميه ويسيب الاملاح، فلو البخر ده كان كتير الملح هيزيد في الميه، زيت المواد العلاقه الموجوده جوه الميه. يعني لو في مثلا الميه دي ماشيه جنب مثلا منجم، ماشيه جنب مثلا غابات، فالغابات دي بيكون فيها ورق شجر، بيكون فيها احجار، بيكون فيها تراب، التراب ده ممكن يتحرك بفعل الهواء ويدخل جوه الميه. طبعا الكلام ده كله بسيط جدا، يعني ايه مش بسيط، هو بيحصل بس تاثيره مش كبير قوي زي ايه، زي النوع الثاني من انواع التلوث، هي المصادم البشريه اللي هي الناتجه من الانشطه البشريه، زي ما اتكلمنا اشهر ثلاثه، الصرف الصحي والزراعي والصناعي. يبقى لو هتكلم على المصادر عندي نوعين، طبيعيه وبشريه. طيب هنتكلم بقى على النوع الثاني من انواع التلوث، او النوع الثاني من مصادر التلوث، بنسميها المصادر النقطيه والمصادر الغير نقطيه. ايه بقى النقطيه وغير النقطيه؟ بقى لو انا هتكلم عن مصادر الميه، لو عايز اقسمها اما عن طريق طبيعيه او بشريه، او ممكن نقسمها اما نقول مصادر نقطيه وغير نقطيه. في حد هنا مكفي زيات؟ في حد هنا مكفي زيات ولا كلنا من مش مكفي زيات؟ طيب دي خريطه من جوجل ايرث لمدينه كفر الزيات، دي كلها كده مدينه كفر الزيات. طبعا لسه في يعني مساحات تانيه بس دي كفر الزيات. ده ايه بقى؟ ده نهر النيل او زي ما بنقول فرع رشيد الموجود عند مدينه كفر الزيات. ايه المشكله بقى؟ طبعا ده يعتبر بالنسبه لنا مصدر من مصادر الميه، تمام كده؟ مصدر من مصادر الميه. الميه دي ماشيه هنا عادي بسلام، ما فيهاش اي مشكله، ما حدش عنده اي مشكله ان هنا في ميه ماشيه. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان انا عندي هنا حاجه اسمها مصرف، ده مصرف بيصب مباشره جوه النهر او جوه فرع رشيد من غير اي معالجه، وده اسمه مصرف تلة لو حد سمع عنه. عندنا بعد شويه ما نمشي جوه المدينه كده هنلاقي ان هنا في منطقه مشهوره جدا اسمها منطقه المصانع بتاعت المبيدات الحشريه والاسمده، اشهر مصانع المبيدات موجوده في مصر. زي مدينه كفر، لو حد يسمع على نادي اسمه مدينه كفر الزيات، الحاجات دي كلها بتعتبر شركات لانتاج الاسمده والفوسفات. نفس القصه المصانع الشركات الصناعيه دي بتصب المخلفات بتاعتها جوه النهر او جوه الفرع من غير اي عمليه معالجه. بعد فتره كده هتمشي شويه كده تلاقي ان في محطات معالجه، يعني في محطات ميه بتسحب الميه من التبع عشان في الاخر المفروض تنظفها وبعدين احنا نشرب الميه منها. فده اللي بيحصل على فكره في مصر، ان بيحصل ان في ملوثات بتخش جوه الترع او النهر او فرع رشيد او فرع دمياط، وانت بعد فتره بتيجي تعمل تحليل، يعني عشان تدفع فلوس تاني عشان تعمل محطات معالجه عشان تعالج الميه وتشربها بشكل كويس. مش دي مشكلتنا دلوقتي، المشكله دلوقتي ان ايه؟ ان في ملوث دخل او ملوث دخل جوه الميه هنا كده على هيئه نقطه، على هيئه ماسوره. وهنا نفس القصه برضه، ان المصب بتاع المصرف ده دخل جوه الميه هنا على هيئه نقطه، فده بنسميه مصدر نقطي. فاحنا عندنا نوعين من المصادر، في حاجه اسمها مصدر نقطي او البوينت سورس، ده مهم قوي نعرفه، يمكن في الامتحان يقول لك فرق ما بين البوينت سورس والنون بوينت سورس. فاحنا خلاص اتفقنا دلوقتي ان المصدر النقطي ده جاي من مصرف تلة وجاي من المصانع الموجوده عندي اللي هي فيها هنا مجموعه من المواسير اللي بتصب الميه جوه الايه؟ جوه التبع. المواسير دي بتعمل ايه؟ المفروض ان الشركه تسحب الميه من النهر او من الفرع ده عشان تبرد المكن وبعدين ترجعه سخن. فالميه السخنه دي بتسبب مشاكل وهنتكلم عنها دلوقتي. طيب حد يقول لي المصدر النقطي ده في الصوره دي ممكن يكون جاي منين؟ المصدر غير النقطي ممكن يكون جاي منين؟ المصدر غير النقطي ده ممكن يكون جاي منين؟ معايا محمد؟ معايا محمد عبد الحميد؟ شكرا وقت. معايا محمد عبد الحميد؟ ايوه ده يا باشمهندس، مع حضرتك. ممكن يكون جاي منين المصدر غير النقطي؟ هو عباره عن ايه؟ انا مش واخد بالي يا مهندس. طب انت عرفت المصدر النقطي ده عباره عن ايه؟ اللي هو زي جاي من مصرف او مثلا مخلفات من مصانع والكلام ده، اللي هو زي ماسوره مثلا. ماسوره، الله ينور عليك، او مثلا مصب مصرف. طيب الغير النقطه دي يعني ايه؟ يعني ان التلوث اللي هيخش جوه التبع دي او هيدخل جوه التبع او البحر او بتاع ما بيكونش عن طريق ماسوره. طب ممكن يجي ازاي؟ ايوه، ما هو مصرف بس يكون كبير مثلا.
بس المصدر ده اخره مصب صح، يبقى برضه في الاخر هيصب في نقطه واحده، في نقطه محدده ايوه كده، لو انا قفلتها، لو انا قفلتها الميه مش هتنزل جوه الـ جوه التبع. انت شايف انت الاراضي الزراعيه الموجوده دي صح كده، صح. دي اراضي زراعيه، الاراضي الزراعيه دي كلها انا لما اجي اسقيها الميه دي تنزل على الارض، او ممكن فممكن الاراضي يحصل لها ايه، يحصل لها جريان سطحي ان الميه تتحرك من الاراضي الزراعيه دي وينزل بطريقه مباشره او غير مباشره الى جوه ايه، الى جوه الميه. هل في نقطه محدده، في نقطه محدده للاراضي دي اقدر اقول ان الميه تنزل هنا، ولا الاسهم الكتيبه دي الموزعه دي اقدر اقول عليها ده المصدر للغير النقطي؟ ايوه تمام. فعلا يبقى ممكن يجي عن طريق ان في اراضي زراعيه متاخمه او لازقه في التبعه او في المصرف او في البحيره، وفي الاخر يحصل جبان سطحي. تمام، شكرا يا محمد. طيب لو هنتكلم بقى على الاثنين الفرق بينهم ازاي، نقول ان المصدر النقطي ده تلوث محدد او مركز، المصدر هو نقطه او مكان محدد الميه بتصب داخل الايه، داخل التبعه. تاني حاجه ان تاثيرها محدود. ليه تاثيرها محدود؟ ان هو ما بيكونش بطريقه كبيره، نقطه صغيره او مصوبه صغيره بينزل جوه الميه هنا، والميه دي على فكره بتاخد الملوث ده على فكره ممكن تنقله لمسافه بعيده، يعني مش شرط تحصل تلوث في نفس النقطه اللي بيصب فيها النصر. وكمان اقدر اسيطر عليه، ان انا اقدر انا كحكومه خلاص يا جماعه لا احنا هنمنع ان في المصرف ده يصب جوه التبعه دي او جوه الفرع ده، وهنوجهه نوديه في الصحراء، نصب المصرف ده في الصحراء، نوديه ان احنا نخليه يصب يطلع فوق يصب في البحر، فاقدر اسيطر عليه. امثله للمصدر النقطي ده زي ما اتكلمنا، المصبات بتاعه المصارف، مواسير الصرف الصحي، يعني هنا دي منازل صح كده، المنازل دي في الاخر بنعمل هنا محطه اسمها محطه معالجه الصرف الصحي، بنرجع تاني نحطها جوه ايه، جوه الميه. وعلى فكره دي من مصادر الميه اللي احنا هنستخدمها احنا بعد كده، ان احنا بنعمل معالجه لمياه الصرف الصحي ونرجع نرجعها تاني في الميه عشان نزود كميه الميه. طبعا لو ما حصلش معالجه كويسه، او للاسف المحطه مش شغاله وفي الاخر خدت الميه زي ما هي ملوثه وحطها جوه التبعه او جوه المصدر الميه ده، هترجع تلوثها تاني. فلو في مواسير صرف صحي برضه، وفي على فكره في مواسير صرف صحي بتبقى من غير اي معالجه بتصب جوه الايه التبعه. مواسير صرف المصانع زي ما اتفقنا هنا، مواسير صرف المصانع دي اللي بتصب المخلفات الصناعيه بتاعتها او مياه التبريد اللي بوابات المكن وبعدين تطلع سخنه. ده المصدر النقطي. المصدر غير النقطي زي ما اتفقنا ان انا ما اقدرش احصر بالظبط المصدر ده جاي منين، فهي تعتبر زي موزعه، زي ما احنا خدنا قبل كده في الاستراكشر الحمل المركز والحمل الموزع. نفس القصه، ان هنا التلوث او حمل التلوث نفسه جاي بطريقه مش مركزه، لا ده مجموعه من الاراضي الزراعيه الموجوده هنا، ده اللي خلت التلوث ده يحصل عن طريق الجبان السطحي او الجبان تحت الارض. ما اقدرش اسيطر عليه لان ما اقدرش اتحكم في كميه الميه اللي تطلع من الجبان السطحي ده للارض، حتى لو انا ممكن اعمل مثلا شيت بايل مثلا احطها، بس نفس القصه ممكن ما تخترق الشيت بايل او تنزل من تحت الشيت بايل، فصعب قوي او مش من السهل ان انا اقدر اسيطر على المصدر غير النقط ده بسهوله. اخر حاجه، ايه الامثله اللي ممكن تحصل؟ زي ما اتفقنا الجبان السطحي اللي جاي من الزراعه، اللي فيها بيكون فيها مبيدات حشريه، بيكون فيها مبيدات زراعيه، بيكون فيها اسمده، فدي كلها بتبقى ده ميه بس للاسف الميه دي مخلوطه بالمبيدات والاسمده عشان كده بتلوث الميه. حظائر المواشي، يعني لو ساعات بنلاقي مثلا ان بيكون في هنا منطقه، المنطقه دي كلها اسطبل خيول مثلا، او منطقه مثلا اعزكم الله بتاعت يعني حمير وبقر وبتاع، الروث والميه الموجوده في المزارع دي ممكن برضه تصب على طول مباشره جوه النهر، برضه ما فيش مصوبه، هو مش موجود مصوبه، في الاخر بيحصل جويان سطحي جوه الميه. زي برضه محطات الوقود، محطات الوقود اللي بتحصل عندي ان بيكون مثلا في محط، لو احنا مثلا عارفين البنزين محطات البنزين بتكون موجوده على الطريق او ممكن تكون قريب من اي مجرى مائي، بيعملوا حاجه اسمها، بيحطوا حاجه اسمها ترانشات تحت المحطه عشان يخزنوا فيها البنزين، او حتى ما يجي يعملوا يعني يغسلوا العربيات برضه نفس القصه، بيكون في خزان ارضي، الخزان الارضي ده ممكن يفشح وما يمشح برضه ايه، ينزل ميه جوه المجاري المائيه او التبع او الانهار، برضه مش عن طريق مصوره، برضه نفس القصه عن طريق الجزء الموزع ده. اخر حاجه الامطار الحمضيه دي، ودي احنا ممكن اصلا ما نحطهاش تحت بند
المصادر غير النقطيه، لان في مصدر ثالث بس ده مش مشهور قوي احنا بنسميه الترانس باوندري سورس، اللي هو بنسميه عابر الحدود. بمعنى ايه؟ بمعنى الامطار الحموضيه دي ممكن ما تكونش انت كبلد اللي سبب فيها، تكون بلاد ثانيه. زي مثلا احنا عارفين حاجه اسمها الكلايمت تشينج او التغير المناخي او ارتفاع درجه حراره الارض، التغيرات المناخيه دي ممكن ما يكونش سببها الدول الغنيه، لا الدول عفوا الدول الفقيره، ممكن يكون سببها الدول الغنيه، فهي عشان عندها مصانع كتير، عندها عربيات كتير، فبتعمل عوادم، العوادم دي تطلع لفوق في الجو، الجو ده بيتلوث بالكربون، الكربون ده تيجي السحب تتحرك فتلوث الميه عن طريق الامطار الحموضيه. فاحنا ممكن لما نيجي نقسم المصادر النقط دي ما نكتفيش بس بنقطيه وغير نقطيه. هو لو سالت في الامتحان قول له بوينت سورس نون بوينت سورس، بس ممكن في الامتحان يقول لك حاجه ثانيه، يقول لك في عندي بوينت سورس وعندي نون بوينت سورس وعندي حاجه اسمها ترانسبورت باوندري، ودي موجوده في المحاضره، هتقول له دي من امثله فيها الامطار الايه؟ الامطار الحامضه. ده بالنسبه لي مصادر تلوث المياه. في حد عنده اي سؤال في الحته دي يا جماعه؟ في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب ننقل للجزئيه الثانيه، نتكلم على بقى انواع تلوث المياه. احنا خدنا على المصادر جايه منين، ايه المصدر اللي لوث الميه، طبيعي ولا صناعي او طبيعي ولا بشري، هل هو جاي من مصدر ثابت ولا مصدر موزع. لو هنتكلم بقى على انواع تلوث الميه، لو هنتكلم عن انواع تلوث الميه هنتكلم من برضه من ناحيه نقطتين. اول ناحيه من ناحيه النظام البيئي، احنا عندنا كام نظام بيئي درسناه السكشن اللي فات؟ حد يعرف او حد فاكر؟ معانا محمد زكي عبد الله. محمد زكي عبد الله معايا؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه احنا المره اللي اتكلمنا على اشهر ثلاث انظمه او اربع انظمه بايه؟ ايه يا باشمهندس؟ انت معانا مركز معانا؟ انا لسه داخل حالا ما كملتش دقيقه. ما احنا بعد كده اتفقنا ان احنا اخرنا 9:30، اي حد هيجي بعد 9:30 هيبقى غياب. طب يعني اخرج طيب ولا ايه؟ مش فاهم انا، عشان انا عايز تخرج. اخرج عايز تخرج ما مفيش مشكله. لا انا عايز احضر الشرح، يعني لو حضرتك عايز تخرجني ما... لا انا مش هخرج حد، بس مش هتكتب غياب عندي، يعني مش هتسجل انت حاضر يعني، ماشي كده؟ يعني من المره الجايه الناس تلتزم بس بالميعاد، ماشي يا محمد؟ طيب الاجابه ايه بقى؟ برضه مش هسيبك، برضه لازم نجاوب برضه. الإجابة إيه؟ إحنا ده سؤال على السكشن اللي فات. لا الصراحة أنا مش عارف يا باشمهندس. طب حليت الشيت؟ أنا حليت الشيت. طب إزاي حليت الشيت ومش عارف تجاوب؟ إزاي حليت الشيت مش عارف تجاوب؟ ما أنا ما ذاكرتش، أنا بحل الشيت بجيب الإجابات أنقلها. طيب خلاص يا محمد ماشي، نتكلم في آخر السكشن. ماشي يا محمد. طيب محمد أنور. محمد أهلا ومحمد معايا. محمد في مشكلة في المايك صح؟ كلمني بعد السكشن ماشي؟ طيب في مشكلة في المايك نحاول إيه نصلحه، ودي آخر مرة هنصلح فيها المايك. محمد عبد الهادي محمد حمدي عبد الهادي معايا. محمد حمدي عبد الهادي أحسن، ممكن خلاص محمد أنور خلاص. معلش يا حمد هعمل لك ميوت، ويبقى نصلح موضوع المايك ده. محمد حمدي عبد الهادي معايا؟ مش معايا، محمد عبد الهادي غياب. طيب محمد مين تاني يا جماعه ما سمعتش صوته النهارده؟ محمد حموده معايا؟ ايوه معاك يا هندسه. ماشي يا محمد. احنا من مبدا اتكلمنا على يعني الانظمه البيئيه، يعني خدنا انواع او صور تواجد المايه في الطبيعه. كان اشهر ثلاثه ايه؟ لا انا اول سكشن ليا الصراحه ما دخلتش السكشن اللي فات والله خالص. ما لا ماشي يا محمد. طيب مين تاني معانا؟ محمد تقريبا كل اللي موجود معايا انا سمعت صوته. محمد سميري ابو اليزيد معاك يا باشمهندس. هي الانظمه البيئيه اللي احنا بنتكلم عنها السكشن اللي فات؟ ما حضرتش والله باشمهندس السكشن برضه؟ طيب ماشي. وحليت الشيت صح؟ لا معاك شيت. طيب ما حضرتش هحله ازاي؟ جدع والله يا محمد. لا انت ما شاء الله يعني مثال للطالب المجتهد. محمد وسط عبد الحليم
الناس. طيب ماشي، ايه هي الاربع انظمه دي او الثلاث انظمه دي احنا خدناها مره فاتت؟ اللي هي الفريش ووتر، تمام، اللي هي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها المياه السطحيه صح؟ اللي هي زي الانهار وال والبحيرات. طيب ايه تاني؟ والمياه المالحه، المياه المالحه زي المياه الساحليه زي المحيطات، مظبوط. ايه تاني؟ واللي هي المالحه مع العذبه اللي هي المختلطه دي. مش كان طب احنا كنا خدنا حاجه تانية في تحت الارض بنسميها ميه ايه؟ تحت الارض بنسميها ميه اللي هي ايه؟ ميه المياه جوفيه. الجوفيه. ماشي، الله ينور يا محمد، تسلم تسلم. طيب يبقى احنا عندنا هنا، لو انا هقول عايز اشوف انواع تلوث الميه، ممكن اقسمها على حسب النظام البيئي اللي هيتلوث. فممكن يحصل تلوث ميه للميه السطحيه زي مثلا الانهار، زي مثلا الترع، دي ممكن يحصل لها تلوث ميه عن طريق المصانع، عن طريق ال اسمه ده الزراعه لو في زراعه، عن طريق الصرف الصحي لو في منازل، كل ده ممكن يسبب تلوث للميه السطحيه. ممكن يحصل تلوث للميه الساحليه او المحيط اللي موجود في البحر، ده اسمه المحيط. يحصل عن طريق ايه؟ عن طريق ان بيكون في مراكب شايله بترول، فممكن يحصل ان المراكب دي تفضي شحناتها، يحصل تسريب للبترول ده جوه الميه، فده ممكن يحصل تلوث للمياه الساحليه. او ممكن يجي عن طريق الامطار الحامضيه، ان في هنا كربون بيطلع للجو عن طريق عوادم السيارات، عن طريق المصانع، فممكن يعمل برضه ايه مجموعه من الامطار الحامضيه. كمان يعني بيحصل تلوث المياه الجوفيه تحت الارض في الجراوند ووتر هنا تحت هنا كده، نتيجه ايه؟ نتيجه ان بيكون في رشح للميه. الميه دي جايه منين؟ جايه عن طريق لو في مثلا ارض زراعيه وانت بتحط فيها مبيدات حشريه، بتحط فيها اسمده، بتحط فيها مبيدات حشائش، دي ممكن تتسرب دي تحت الارض. لو في مثلا بيوت حاطين تحت البيوت زمان كنا او في لحد دلوقتي بيعملوا طمانشات او بيعملوا خزانات ارضيه، فالخزانات دي ممكن ترشح وفي الاخر تنزل الميه تحت الايه؟ تحت الارض. فانا ممكن اقسم انواع تلوث الميه على حسب النظام البيئي لثلاث انواع: تلوث ميه سطحيه، تلوث الميه الساحليه او المحيطات، وتلوث المياه الجوفيه. ممكن اقسمه برضه على حسب مصدر التلوث، على حسب مصدر التلوث. احنا لما جينا اتكلمنا قلنا ان مصادر التلوث دي ممكن تكون بشري او ممكن يكون طبيعي. فما جينا اتكلمنا مثلا على موضوع البشري، فاتكلمنا على ان ممكن يكون نوع من انواع التلوث اللي حصل في الترعه دي اساسه هو الصرف الزراعي، اساسه هو الصرف الصحي، اساسه هو مخلفات المصانع. يبقى ممكن اقول ان في انواع من التلوث على حسب نوع الملوث الموجود عندي. طب ليه انا بعمل كده؟ لان لو انا عرفت ايه هو مصدر التلوث الموجود في الميه اقدر اعالجه بسهوله. لو انا عرفت ان الترعه اللي ماشيه دي كده، اللي ماشيه جوه هنا دي، اساس التلوث فيها جاي من الزراعه، جاي من الزراعه يعني بنسميه صرف زراعي، فاقدر ان انا اعمل عمليه معالجه للصرف الزراعي. جاي من الصرف الصحي يعني في مجموعه من البيوت هنا وبتصب صرف صحي مباشره على الترعه او على المجرى المائي، فاقدر اعالج الصرف الصحي ده. يبقى ده نوع من انواع الايه؟ التلوث اللي ممكن يحصل. يعني ممكن اقول ان الترعه دي ملوثه بالصرف الصحي، ملوثه بالصرف الزراعي. لو في مجموعه من المصانع موجوده هنا، المصانع دي برضه المصانع بتصب برضه المخلفات بتاعتها جوه الترع او جوه المجرى المائي برضه، فدي بنسميها تلوث بالمخلفات الصناعيه او الكيميائيه. ممكن يكون في تلوث كيميائي برضه، تلوث كيميائي ده ممكن يكون مصدره المصانع، ممكن يكون مصدره الايه؟ الزراعه، ممكن يكون مصدره الصرف الصحي، لان كل واحده من دول بيكون فيها كيماويات. يعني الصرف الصحي ده رباط المنزل او السيدات في المنزل بيغسلوا الاواني او الاطباق بالفيري وبالمواد التنظيف، فهتلاقي فيه مواد كيماويه. المصانع طبعا اشهر حاجه كيماويه. الزراعه بيكون فيه اسمده وفي يعني مبيدات حشريه، فدي فيها برضه تلوث كيميائي. ممكن يكون المصدر جاي من تلوث بيولوجي او تلوث حيوي، ان بيكون في كميه كبيره جدا من البكتيريا او الفطريات اللي جايه من الصرف الصحي، فممكن تسبب تلوث بيولوجي بس ما يكونش فيه كيميائي، يكون فيه تلوث بيولوجي، فده بيزود من البكتيريا، من الفطريات، من الفيروسات الموجوده جوه الميه. وفي حروب دلوقتي موجوده على التلوث البيولوجي ده. كمان عندنا في تلوث اشعاعي، ان بيكون في مثلا مفاعلات نوويه موجوده جنب اي مجرى مائي، فممكن يحصل تسريب
للمفاعلات النوويه دي جوه الميه فيحصل تلوث اشعاعي. ممكن يحصل تلوث حراري زي ما اتكلمنا قبل كده، لو في مصنع هنا المصنع ده بياخد الميه من الترعه بارده بيسخن بيها المكن بتاعته وبعدين يصب الميه السخنه دي تاني جوه الميه فيحصل تلوث، هنتكلم عنه كمان شويه. محمد احمد عنده سؤال، اتفضل يا محمد. محمد حمدي يا باشمهندس كان رافع ايده وكاتب على جروب الواتس انه المايك باي برضه. طيب احنا يا جماعه دي معلش بس، شكرا يا محمد، احنا ده اخر انا عايز اسال حاجه تانيه. طب بعد ما اجاوب هقول لك معلش. اخر سيكشن نتكلم فيها عن موضوع المايك ده، يعني المايك ده سهل قوي انت تصلحه، اما تشتغل من الموبايل او من اللاب او من اي حاجه، بس حاول تظبط المايك ده. فاحنا اخر مره هنتكلم عن موضوع المايك ده يا جماعه، احنا انتوا دي تاني تيرم لينا في موضوع الاونلاين، فالمفروض احنا خلاص اتعودنا على فكره اي مشاكل دي ممكن نحلها، فالمفروض قبل ما نبدا السكشن نكون حالين فكره لو في مايك او في حاجه فيها مشكله. ماشي، شكرا محمد، اتفضل سؤالك بقى ايه؟ ودلوقتي لو انا بستخرج مثلا بترول في البحر او مثلا الحيوانات اللي بتموت في البحر، الاكياس اللي الناس بترميها دي تعتبر تبع ايه؟ ما ده تلوث طبعا، اول حاجه يعتبر صناعي او يعني عفوا يعني بشري، يعني بشري صناعي او بشري يعني بشري، يعني بيعتبر تلوث صحي جاي من البني ادمين، يعني عادي طبيعي ان هو جاي من البني ادمين. ايه مشكلته بقى؟ يعني هو اي حاجه جايه من البني ادمين باعتبار انها صحي، مش صار في المنازل والحاجات دي بس. ما هو الصح ده المفروض يعني ان هو بيبقى اصله ان هو جاي من مخلفات المنازل، تمام كده؟ فاحنا لما نيجي نحط البقايا الطعام او الاكل الباقي من الانسان ده، الناس بترميه ساعات في الحوض، فيعني بيتحرك لحد ما يوصل دي الترعه، فده بنسميه صرف بشري. انا مش مهم قوي ان انا اقسمه واقول هو تبع ايه، بس في الاخر ده هيبقى هو في الاخر ده زي ما اتكلمنا من شويه ان في مصدر طبيعي وفي مصدر صناعي او في مصدر بشري، فلو انا هصنفه هحطه تبع المصدر البشري. لو انا هصنفه هنا في مصادر التلوث هعتبره ايه؟ هعتبره تبع الانسان، فهعتبره ده مصدر ايه؟ صرف ايه؟ صرف صحي. مش شرط يكون صرف ميه، يعني مش شرط يكون ميه بس، ممكن يكون مخلفات صلبه، فدي تعتبر برضه ايه؟ تعتبر ضمن الصرف الصحي. لان حتى المحطات المعالجه اما بتيجي تعالج الميه بتعالجها من حاجتين، بتعالجها من الشوائب الكبيره بتحجزها عن طريق لو في فلاتر، او انها بتنقي الميه نفسها لو في مشكله جوه الميه نفسها كيميائيه ممكن تعالجها بحيث الميه ما تبقاش سامه او يبقى فيها مشكله. تمام، ده بالنسبه للتلوث رقم 7 هو التلوث الحراري. عندنا كمان في تلوث بالانقاض الحمضيه اتكلمنا عنه وهنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. كمان اتكلمنا على تسريب حاويات النفط او البترول زي ما اتفقنا، لو في سفن او في مراكب فيها بترول فممكن تعمل تسريب للميه، فده ممكن يكون احد انواع التلوث. اخر حاجه نتكلم على ازاله الغابات والتعديل، يعني لو في مجموعه من الغابات موجوده هنا كده في المنطقه دي مثلا، مجموعه من الغابات، لو الغابات دي الانسان بدا يقطع الشجر ده، فهو هو بيقطع الشجر بيحصل ايه؟ بيحصل ان التراب نفسه بيتحرك، الشجر هو بيقع بينقل الغبار والاتربه والمواد الضوئيه والمواد العالقه دي كلها ممكن تتحرك وتتصرف جوه الميه. لو حصل عمليه تعدين، يعني مثلا لو في منجم، في مثلا بصاص، في مثلا منجم فيه نحاس، فالمنجم ده برضه لو هو قريب من مصدر الميه ممكن الانسان مثلا هو بيتحرك بالعربيه بتاعت المنجم ده تصب الفوسفات او المصاص او اي مواد تعدينيه ممكن يحصل لها انها تتكب او تتسكب جوه الميه فيحصل تلوث بالاجزاء التلوثات دي، رغم انها صغيره جدا يعني كميتها تبقى صغيره بس للاسف بتبقى سامه. فعشان كده فكره ان لو في اي تسريب حصل للمعادن او للبترول جوه الميه هو ممكن يكون صغير بس تاثيره بيبقى للاسف ضار جدا بالميه. فده انواع تلوث الميه، يبقى لازم نفرق بين مصادر الميه، هل هو بشري ولا طبيعي، هل هو نقطي او غير نقطي، لازم نفرق بين انواع تلوث الميه، هل هو على حسب النظام البيئي، هل التلوث ده حصل للمياه السطحيه ولا محيطات ولا مياه جوفيه، هل مصدر التلوث ده واحده من 10 دول او لا، وهكذا. هنتكلم دلوقتي على نوع او موضوع تاني مهم قوي اللي هو اسباب او مسببات تلوث الميه. يعني ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخلي
المايه نفسها ملوثه. احنا عارفين ان احنا عندنا الميه الصرف الصحي او ميه المصانع في الاخر هي ميه ملوثه، بس ايه السبب الرئيسي ان الميه دي تبقى ملوثه؟ عندنا احنا لما جينا قسمناها ليه 5 انواع اساسيه، هي دي المسببات الرئيسيه اللي الدكتوره حتى كلمت عنها في المحاضره. فعندنا اول مسبب حاجه اسمها الباثوجون او مسببات المرض او الكائنات الممرضه. جوه ميه الصرف الصحي بتكون موجوده المركبات العناصر دي، او بتكون موجوده الكائنات الحيه الدقيقه دي. دي هي السبب الرئيسي في انها بتنقل الامراض الموجوده في الميه للانسان. السبب الرئيسي اللي بتخلي الميه الملوثات تتحرك جوه ايه؟ جوه المجرى المائي. يعني بمعنى لو ده مجرى مائي اهو، المجرى المائي ده فيه كميه كبيره من البكتيريا والفيروسات، وانا صبيت هنا كده ميه الصرف. ميه الصرف دي ممكن يكون جواها كمان البكتيريا والفيروسات دي. البكتيريا والفيروسات دي هي المسبب الرئيسي في نقل الامراض عبر المجرى المائي، في نقل التلوث عبر المجرى المائي. فلو في ناس قاعده هنا، ومثلا احنا عندنا مثلا لحد دلوقتي في ناس مثلا بتبدا تغسل الاطباق والحاجات دي في الترع، فممكن الامراض تنتقل ليها عن طريق البكتيريا والفيروسات دي. دي من مسببات التلوث او نقل المرض والتلوث الموجود في المية. دي كائنات صغيره جدا ما اقدرش اشوفها بعين المجرد زي الكائنات الموجوده عندي هنا من بكتيريا وفيروسات وطفيليات. على عكس الباثوجونز ده او المركبات دي، عندنا حاجه اسمها المايكرو مايكروسكوب بلوت، او الكائنات الحيه اللي ممكن اشوفها بالمايكروسكوب او اشوفها بالعين حتى المجرده مش شرط الميكروسكوب. ودي بنسميها الملوثات العينيه، يعني حجمها اكبر بكتير شويه من البكتيريا والفيروسات والطفيليات. زي مثلا الاكل اللي باقي زي النفايات زي الورق زي البلاستيك، كل ده بنسميها ملوثات طوى بالعين المجرده او طوى بالعين. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها المايكرو سكوب بلو، يعني واضحه اقدر اشوفها حتى لو من غير حتى المايكروسكوب. ده برضه من الحاجات اللي بتنقل المرض. ايه كمان برضه ممكن يكون مسبب للامراض او مسبب لتلوث الميه؟ عندنا الاورجانيك كونتامينتنز او الملوثات العضويه. طيب قبل ما اكمل شرح الحته دي، حد يعرف الفرق ما بين الملوثات العضويه او الملوثات الغير العضويه؟ الاورجانيك كونتامينيشن ملوثات عضويه وملوثات غير عضويه، حد يعرف الفرق بينهم؟ يعني ايه عضوي ويعني ايه غير عضوي؟ اي حاجه عضويه بتتكون من الكربون والهيدروجين، ده اللي هو ايه؟ اورجانيك؟ ده العضوي. تمام. اي مركب عضوي. كويس. المركبات الغير عضويه بقيه المركبات بقى عموما. الله ينور عليك. يبقى الاورجانيك ده اي مركب طبيعي، طبيعي يعني جاي من الارض نفسها، الارض نفسها يعني العنصر الاساسي المكون ليها بيكون جاي من الكربون. فاي عنصر فيه كربون اساسه الكربون بنسميه ماده عضويه. ما عدا 3 حاجات او 4 حاجات بس، هم اشهر 3 حاجات، CO2 والكبريتات والبيكربونات. دي ما احنا مع ان فيها كربون بس ما بنعتبرهاش مواد عضويه، لان الانسان تدخل في المواد دي. زي مثلا عندنا ايه مركبات عضويه؟ زي الافات، زي المبيدات، زي النفايات البتروليه، زي الاخشاب، زي الغازات. دي كلها تعتبر مواد عضويه لان فيها مركب الكربون. طبعا مشكله المواد العضويه دي انها بتتفاعل بشكل بطيء شويه، لانها من الكربون فبتتفاعل بشكل بطيء مع الميه. النوع الثاني اللي عندنا اللي هو زي ما قال معون دلوقتي، الانورجانيك دي اي مواد ما فيهاش كربون او هيدروجين. زي ايه مثلا؟ زي يعني دي دايما بتكون على حسب الانسان، يعني الانسان دايما هو الاساس فيها، زي الاسمده، زي المنظفات، زي المعادن، الحديد، الزنيخ، الكروم، المنجنيز، الفوسفات. دي كلها تعتبر معادن غير عضويه لان ما فيهاش الكربون. زي مثلا الصوديوم، الكلور، الايونات، برضه ممكن اعتبرها مواد غير عضويه لان مش داخل فيها الكربون او الهيدروجين. دي مشكلتها انها بتتفاعل بسرعه مع الميه، يعني اول ما بدخلها جوه الميه بتتفاعل بشكل ايه؟ بشكل سريع. اخر حاجه عندنا برضه تعتبر من اسباب تلوث الميه او بين تلوث الميه بصوره شديده غير الـ4 دول، بنسميها التلوث الحراري اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. ان اللي بيحصل بيكون في مصنع، المصنع ده عايز يبرد المكن بتاعه، زي مثلا في العربيه، بيكون في تبريد المكنه، نفس القصه برضه في المصانع، بيكون عايز يبرد المكن بتاعته.
فبيدخل ميه بارده من السبع او من الانهار، وبيطلع الميه سخنه بعد عمليه التسخين، بيطلعها يرجعها تاني جوه المجرى المائي. طبعا دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان هو بيرفع من درجه حراره الميه. الكائنات الحيه الموجوده في الميه دي متعوده على درجه حراره معينه، المفروض ما يكونش اعلى من الدرجه دي. الحاجه الثانيه هنتكلم عنها اكتر، ان درجه الحراره دي لو عليت في الميه ممكن تقلل من كميه الاكسجين وزاد في الميه، وبالتالي ممكن يحصل موت او نفوخ للاسماك. فلو اتكلمنا في قالك في الامتحان ايه هي الكوزس، المسببات اللي بتسبب تلوث الميه، هتقول له الكائنات الممرضه، الملوثات العينيه او اللي ممكن اشوفها بالعين، الملوثات الغير العضويه، الملوثات العضويه، والتلوث الحراري. ده بالنسبه لاسباب او مسببات تلوث الميه. طيب كل احنا اتكلمنا في الفات ده، سواء كان انواع او اسباب او مصادر التلوث، ده كله اكيد بيلوث الميه وبيبقى فيها مشكله بيئيه. طيب ايه بقى تاثير الميه دي على الانسان او على البيئه او على الكائنات الحيه؟ ايه تاثير الضار ده؟ ايه هي الصور اللي ممكن ياثر بيها على الانسان او البيئه؟ حد عنده اجابه؟ يعني الميه دي اما تتلوث هل ده بيجي ياثر بقى على الانسان؟ بيأثر ازاي؟ يعني ايه هي الحاجات اللي بتظهر عندنا ونقول اه صح، ده التلوث ده خلى الانسان يحصل له كذا، خلى الكائنات الحيه يحصل لها كذا. معانا مثلا محمد ابراهيم قبل الفتوح معانا؟ ايوه هندسه معانا. اه تعرف تقول لي ايه بقى التاثير بتاع تلوث الميه ده على الانسان مثلا؟ وممكن ظهور بعض الامراض على الانسان مثلا زي تليف الكبد او صح كده، او التيفود او الكوليرا، دي كلها امراض ممكن او الحمى او اي حاجه من ديت. ممكن دي كلها موت الكائنات الحيه اللي موجوده في الميه. تمام، ايه تاني؟ ممكن مثلا بعض هما دول اللي عارفهم، يعني موت الكائنات الحيه الموجوده في الميه وبعض الامراض اللي بتظهر على الانسان. مفيش حاجات تانية غير دول؟ ما هو في الامتحان عايزين نكتب أكتر من اتنين، عايزين نقعد في الامتحان نزود شوية الكلام عشان يبقى احنا عندنا ايه أكبر قدر من المعلومات عن الموضوع ده. زي ما أنت قلت كده صح، أول حاجة إنها ممكن تسبب أمراض الإنسان، ده رقم واحد، إنها بتعمل مشاكل صحية للإنسان عن طريق الأمراض اللي ممكن تتنقل، يعني مثلا زي الكوليرا، زي التيفود، زي البلهارسيا، دي كلها أمراض ممكن تصيب الإنسان لو المية مش نظيفة أو ملوثة. تاني حاجة تدمير السلسلة الغذائية، معنى مثلا احنا عارفين في المية مثلا في سمكة صغيرة بتاكلها سمكة كبيرة، انت في الآخر بتروح تصطاد السمكة دي. فلو حصل ان انا في تلوث وفي سمكة ماتت، السلسلة نفسها هيحصل لها تدمير، لان في جزء من السلسلة ده مات او تدمر. الحاجة التانية نقص في الموارد المائية، ان انت ممكن يكون عندك مية كتير بس للأسف مش هتعرف تستخدمها لانها ملوثة بالمية. لو انت عندك مثلا 10 لتر ميه في اليوم، انت لوثت جزء منهم، فده هيؤدي الى ان في جزء من الميه ده مش هتعرف تستخدمه، فبالتالي ده بيسبب نقص في الموارد المائيه. كمان زي ما انت قلت يا محمد، ان في نفوق او موت للكائنات الحيه، لو في تلوث ممكن يؤدي الى نقص الاكسجين في الميه، فبالتالي ممكن يؤدي الى نفوق او موت الاسماك. كمان انا بهدم الثروات الطبيعيه والبيئيه، لان انا مثلا لو في عندي ساحل كوستال ممكن برضه يحصل له تلوث بالبترول، يحصل له تلوث بالمخلفات الزراعيه او الصناعيه، فبالتالي انا هفقد الثروه الطبيعيه بتاعتي دي. ممكن يكون في اثار في منطقه معينه والتلوث ده بتاع الميه ده وهو ماشي جه ضرب الاثار دي، فده برضه بيسبب مشكله للاثار الموجوده عندي في الطبيعه. الحاجه الثانيه برضه بيأثر بشكل سلبي على السياحه واقتصاد الدول. لو عندي في تلوث في التبع او في البحيرات، مش هيبقى فيه انتاج صور سمكيه، فبالتالي مش هيبقى فيه فلوس الدوله بتاخدها عن طريق انها بتبيع السمك ده وتصدره بره. كمان زي ما اتفقنا، لو في اي سواحل موجوده عندي وحصل لها تلوث نتيجه تلوث الميه، في بترول تسرب او في مصانع صناعيه او زراعيه، ممكن ده بيأثر على موضوع الايه؟ على موضوع السياحه، وبالتالي بيأثر على اقتصاد البلد. طبعا في حاجات كتير جدا لكن دول اشهر ست. طيب لو انا هتكلم بقى على قضايا مهمه قوي، ده يعتبر تاثيرات يعني ايه يعني مباشره بالانسان او بالكائنات الحيه، لكن في حاجات بنسميها قضايا او اثار كبيره قوي. الاثار الكبيره دي للاسف معالجتها صعبه قوي، يعني الحاجات دي على فكره ممكن تتعالج، يعني ممكن اعالج الميه قبل ما الانسان يشربها فبالتالي ما يحصلوش امراض،
ممكن ان انا احافظ على السبع او المصايف وما يصبش فيها صرف صحي او زواعي او عمليه عمليه معالجه، فبالتالي ممكن احمي السلسله الغذائيه وهكذا. لكن في مشاكل، المشاكل دي للاسف لو حصلت جوه الميه بتاخد وقت عشان تتحل. من اشهر من الحاجات هي التحمض او الاسيدفيكيشن، السالينتي من الحيه، التوسكي السميه، والليتروفيكيشن او الاحتواء الغذائي. كل واحده من دول تعتبر مشكله من مش مشكله، ده اثر من الاثار اللي حصلت جوه الميه. فلو بدانا اول حاجه بموضوع الاسيدفيكيشن او التحمض، ايه التحمض ده او الاسيدفيكيشن؟ احنا بنسميه ان الميه بقت حمضيه اكتر نتيجه ايه؟ احنا عارفين ان اي مجرى مائي بيبقى فيه دوره اسمها دوره الكربون او دوره ثاني اكسيد الكربون. الدوره دي دوره عاديه خالص ولازم تكون موجوده عشان في كائنات حيه بتتغذى على المواد العضويه او المواد اللي فيها كربون. لكن لو زادت نسبه ثاني اكسيد الكربون جوه الميه، سواء كان عن طريق المصانع اللي بتصب المخلفات بتاعتها، المصانع دي بتطلع ابخره من الادخنه بتاعها، فممكن تسبب هنا امطار حامضيه بيكون فيها نسبه كبيره من الكربون زي ما اتكلمنا من شويه. ايه مشكله ان الكربون ده يزيد جوه الميه؟ مشكلته ان هو يزيد جوه الميه ان هو بيعمل بيقلل من قيمه البي اتش، وما يقلل من قيمه البي اتش يعني بيخلي الميه ايه؟ اكتر ايه؟ اكتر حامضيه. الميه لو اكتر حامضيه احنا المفروض ان احنا لازم نتعامل مع الميه انها ان الميه متعادله، ان قيمه البي اتش تقريبا قريبه جدا من 7، مثلا بين 6.5 ل 8.5. لكن لو بقت الرقم ده قليل بقى مثلا وصل لحد 3 او 2، دي بتبقى بنسميها ميه حامضيه. طب الميه الحامضيه دي لها مشكله كبيره جدا. ايه مشكلتها؟ انها اول حاجه بتاثر على الكائنات الحيه الموجوده في الميه. في كائنات حيه دقيقه بنسميها الحياه الصدفيه، الكائنات الحيه الدقيقه دي لو حصل انها ماتت، فبالتالي زي ما قلنا من شويه ان بيحصل كسر للسلسله الغذائيه، او ان في جزء من السلسله الغذائيه دي مات فيها سمك او مات فيها اي كائنات حيه، فبالتالي يبقى في مشكله جدا على الاسماك الموجوده في الميه. وكمان الاسماك دي اللي هي فيها ميه حامضيه، الانسان ممكن يروح يتناول السمك ده او ياكله يعني، فبالتالي هيكون فيها نسبه كبيره جدا من الحموضه، فده ممكن ياثر كمان على الاسماك اللي بياكلها الانسان. كمان من ضمن التحمض او لو حصل ان الميه بقت حامضيه، وطبعا القصه دي لو حصلت بناخد وقت طويل جدا عشان اقدر اعالج القصه دي، يعني احنا قلنا المشاكل قبل كده دي ممكن تتعالج، لكن التحمض ده صعب قوي ان انا اعالج، ان انا احول الميه تاني وبرجعها من انها تبقى حامضيه انها تبقى متعادله او تبقى فيها قاعديه. ان بيحصل برضه كمان موت للشعب المرجانيه، الشعب المرجانيه دي بتتغذى على نوع من الاحياء الصغيره او الكائنات الحيه الدقيقه بتتغذى عليها الشعب المرجانيه دي، فلو الميه حمضت الاحماض او الميه الحامضيه دي بتموت الكائنات الحيه الصغيره او الدقيقه دي، فبالتالي الطحالب او عفوا الشعب المرجانيه ما بتلاقيش الكائنات الحيه دي عشان تتغذى عليها، فممكن يحصل تلف للشعب المرجانيه. فممكن تلاقي ان في شواطئ كانت جميله جدا وكان فيها شعب مرجانيه وكان فيها سياحه، عشان المياه حصل لها احماض او تحمضت او ان قيمه البي اتش هنا اقل نتيجه ان ثاني الكربون ده زود قيمه الايون الهيدروجين جوه المياه، فبالتالي قيمه البي اتش قلت، فده ادى الى ايه؟ الى موت الكائنات الحيه الدقيقه، فبالتالي الطحالب ما لقتش كائنات حيه تتغذى عليها، فحصل موضوع موت الشعب او تلف الشعب المرجانيه. يبقى المشكله دي من المشاكل المهمه قوي ممكن تسال في الفاينل او في الاي كويز، ايه هو التحمض او ايه هو الاسيفيكيشن. لازم تبقى عارف مصدره بيجي منين، ايه السبب بتاعه، وايه المشكله اللي بتحصل لو حصل ان الميه بقى فيها تحمض. النوع الثاني من انواع المشاكل اللي برضه ممكن تحصل عندنا الملحيه او السنيتي او السميه. هو اول حاجه يعني ايه ملحيه؟ يعني ايه اول حاجه ملحيه؟ الملحيه دي يا جماعه يعني بتقيس كمية الملح الموجود جوه المية، ولازم المية تبقى فيها نسبة من الأملاح. ليه بقى؟ لأن أي كائن حي جوه المية له نسبة معينة من الأملاح. بمعنى إيه؟ بمعنى عشان يكون في نباتات بالشكل ده أو يكون في كائنات حية دقيقة لازم يكون نسبة الأملاح نسبة صغيرة. يعني هو كاتب هنا من 0 ل 2 بي بي تي، يعني بي بي تي ده جزء من المليون، هنتكلم عنه السكشن الجاي. يبقى لازم يكون نسبة قليلة. لو في أسماك ممكن تعيش لحد 10 بي بي تي، لو في كائنات حيه اكبر رخويه شويه ممكن تعيش لحد 20، لو في كائنات اكبر شويه ممكن تعيش لحد 30 بي بي تي كاملاح. ليه قلنا القصه دي؟ ان الميه لو زادت نسبه السنتي فيها مثلا عن 10، فممكن تلاقي ان الجزء ده كله مات. لو زادت عن 20 ممكن تلاقي الجزء ده كله برضه حصل له مشكله او تملح.
انت نفسك لما تيجي تشرب الميه لازم يكون نسبه الاملاح فيها او تي دي اس الموجود فيها لازم يكون نسبه معينه، فعشان كده لازم نحافظ على التبع او نحافظ على البحار لنسبه ملوحه معينه، لان لو الملوحه زادت جوه الميه للاسف صعب قوي ارجع الميه تاني، فعشان كده دي هي القضايا او المشاكل الكبيره قوي اللي بتحصل جوه الميه من ضمنها الملوحه. فالملوحه ده بيقيس محتوى الملح جوه الميه، وده زي مثلا زي كلوريد الصوديوم، زي كبريت الكالسيوم، زي املاح البيكربونات، اي املاح في الميه بيقيسها عن طريق الملحيه. الملحيه دي لو زادت عن نسبه معينه مش تبقى صالحه لعيش او لحياه او لعيش كائنات حيه كتير يعني. بعد كده عندنا برضه قضيه ثانيه مهمه قوي اللي هي السميه او التوسكي. السميه دي كلمه سميه يعني ايه؟ يعني ان في مصدر دخيل عن الميه يدخل لها، فبالتالي حول الميه دي بدل ما هي مهمه للحياه هتبقى سبب من اسباب الوفاه. دي بنسميها التوسكي او السميه. ايه اللي بيخلي الميه تبقى سميه؟ ان في مركبات زي الرصاص، زي الزرنيخ، زي الكادميوم، زي الزئبق، زي الفلور، زي النترات. لو العناصر دي موجوده في ميه بنسب كبيره شويه ممكن يخلي الميه دي سميه. طبعا لو الميه فيها سميه كبيره قوي ده للاسف الشديد يعني بيؤدي الى الوفاه في الاخر، يؤدي الى الاختناق، يؤدي الى ان في اطفال حتى اطفال صغيره اللي هي بتشرب ميه يكون فيها نسب عاليه من الحاجات دي، ممكن الكبير يستحملها شويه لكن العيال الصغيره ما تستحملهاش، فبيجي لها امراض زي مثلا مرض الزرقاء مثلا، وفي امراض خاصه بالمواد السميه دي. في برضه حاجه مهمه قوي يعني، ودي معاك ما اعرفش حد يسمع عنها ولا لا، ان لو واحد شرب ميه كتير، احنا عارفين لو واحد لازم يشرب ميه عشان يعيش. طب لو واحد شرب ميه بكميات كبيره ممكن يموت؟ اه ممكن يموت. في كده مرض مشهور جدا اسمه الانتو او الانتو توسكيشن او سميه الميه. لو واحد شرب ميه بكميات كبيره جدا، يعني مثلا جه يعني المفروض الانسان الطبيعي يشرب قد ايه ميه في اليوم؟ الانسان الطبيعي اللي هو وزنه مثلا من 60 وانت طالع فوق المفروض يشرب 2 لتر ميه في اليوم، ماشي؟ المفروض يشرب 2 لتر ميه في اليوم. طبعا هو كميه الميه دي بتتحسب على حسب وزن الجسم، يعني على حسب وزن الجسم بقدر احسب كميه الميه اللي المفروض تشربها كل يوم. فانت المفروض مثلا كانسان طبيعي ممكن تشرب 2 او 3 لتر في اليوم. طب لا قدر الله لو في حد شرب 4 او 5 لتر من الميه، والميه ما فيهاش حاجه على فكره، ميه عاديه، ممكن برضه يحصل له سميه او يحصل له ان يموت بسميه الميه. ليه؟ لان لو انا شربت كميه ميه كبيره جدا في اليوم الواحد ده، يعني مش في اليوم الواحد عفوا، يعني في وقت قصير، يعني جيت شربت مثلا 6 7 لتر في ساعه، ده ممكن يؤدي الى ايه؟ ده ممكن يؤدي الى ان الدم الموجود جوه الميه جوه الجسم ده فيه لزوجه، كل ما اشرب ميه كتير اللزوجه دي بتقل، الاملاح نفسها جوه الميه بتدوب جوه الميه، فبالاملاح نفسها جوه الجسم بتقل، فده ممكن يؤدي اصلا الى اضطراب المخ، وبالتالي ممكن يؤدي للوفاه. فيعني ناخد بالنا ان حتى كتر الميه برضه، احنا انت ليك ليميت معين من الميه، نشرب ميه اه بس مش بنشرب كميه ميه كتير كتيره في وقت قليل. فده يعتبر من الامراض الايه؟ الغريبه شويه اللي ممكن تحصل بسبب سميه الميه. اخر حاجه نتكلم عنها عشان الوقت، نتكلم على اشهر حاجه او اهم حاجه هنتكلم عنها وهنتكلم عنها كمان السكشن الجاي، حاجه اسمها الاصفاء الغذائي او بنسميه الاوتروفيكيشن. الناس شايفه الصوره دي صح؟ الناس شايفه الصوره دي، ممكن تتخيل الصوره دي بتاعت ايه؟ يعني ايه الاخضر الموجود ده؟ دي ارض زراعيه صح؟ وده هو المجرى المائي صح ولا غلط؟ الناس ما هي شكلها طحالب مش عارف ليه؟ كلها ميه، كلها قصدي ميه، كلها ميه. يعني قصدك ان الجزء ده كده ارض زراعيه؟ لا ميه ميه ميه. الله ينور عليك. طحالب طافية. طحالب او ريم او الجي زي ما بيقولوا، طحالب موجوده على الميه. يعني الجزء ده على فكره يا جماعه مش ارض زراعيه، ده ارض زراعيه اه، لكن ده مش ارض زراعيه، ده ايه بقى؟ دي الميه نفسها بس طافي على السطح هنا، احنا بنسميه الطحالب او الريم الموجود على سطح الميه. طبعا ده مشكله كبيره جدا، الناس دي اصلا يعني طبعا في مشكله على حياتها نتيجه انها بتسبح او انها موجوده في اماكن زي دي. نفس القصه الاسماك بيحصل لها انها بتنفق او بتموت نتيجه ايه؟ نتيجه حاجه زي كده. طب الحاجه دي جت منين؟ جت عن طريق حاجه اسمها الاستواء الغذائي، او ساعات بنسميه اغناء الميه، او بنسميه التخثف، او بنسميه كل ده
مسمى واحد بس لحاجه بالانجليزي اسمها الايتروفيكيشن. طيب زي ما اتفقنا دلوقتي او ما اتكلمنا دلوقتي قلنا لو انا شربت ميه كتير ده ممكن يؤدي الى لا قدر الله الوفاه. نفس القصه برضو لو انا جيت عند اي مجرى مائي كده اي مجرى مائي زي ده اللي قدامنا ده كده وقمت مزود كميه المواد اللي بتغذي الاسماك يعني الاسماك الموجوده جوه الميه دي عشان تعيش او النباتات دي زي ما احنا كده بنحتاج ناكل هي نفس القصه يعني محتاج مواد غذائيه. ايه اشهر ماده غذائيه ممكن تتغذى عليها؟ حاجه اسمها النيتروجين او الفوسفات. يبقى الاسماك دي بتتغذى على النيتروجين والفوسفات عشان تعيش او 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 يبقى ايه تقدر تعيش في الحياه يعني. لو انا جيت هنا كده عند جنب الاراضي دي وقمت بدات انا كراجل يعني مزارع بزرع اراضي وبزرع كتير فعشان ازرع لازم احط اسمده جوه الميه. لازم تركز معايا في الحته دي مهمه قوي ولازم لما تيجي لك في الامتحان تشرحها بنفس الطريقه دي. يبقى انا راجل بزرع جنب مجرى مائي ونشيط جدا في الزراعه بنشر يعني ما شاء الله كل يوم بروح الارض ونظفها كويس واجيب مبيدات حشريه واسمده واخصب الطوب. هل ده في مشكله؟ لا ما فيهوش مشكله ده حاجه كويسه قوي ليك. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ كميه الميه الموجوده هنا اللي انا بس بيها الاراضي دي بتنزل جوه التبع او المجرى المائي وبيكون فيها كميه كبيره جدا من النترات او بيكون فيها كميه كبيره جدا من النيتروجين. يبقى في كميه كبيره جدا من النوترينتس اللي داخله عن طريق الاسمده جوه الميه. لحد كده ما فيش مشكله. مش كده؟ طيب الكائنات الحيه الموجوده اللي تحت دي تبدا تتغذى على النيتروجين تتغذى على الفوسفات باي صوره من الصور سواء ان الكائنات الحيه دي في كائنات حيه صغيره بتتغذى على النيتروجين او الفوسفات الكائنات الحيه الكبيره بتتغذى عليها. النباتات نفسها دي عشان تنمو وتكبر لازم كمان تتغذى على النيتروجين او الفوسفات الموجود جوه الميه. طب لحد كده برضه مفيش مشكله يعني لحد هنا كده طبيعي وعلى فكره ده بيحصل اصلا لازم يحصل حاجه زي كده وكده كده اصلا الميه بيكون فيها نيتروجين بيكون فيها فوسفور او فوسفات طبيعي الاسماك بتتغذى عليه. لكن المشكله طبعا في الزياده اللي بتحصل دي ان انا بزود كميه النيتروجين وكميه الفوسفور بزود المغذيات بيبقى فيه فرط في كميه المغذيات. طيب برضه حضرتك احنا ما عرفناش ان في مشكله عادي ايه المشكله من الاسماك تاكل وما شاء الله تكبر ويبقى فيه كميه اسماك كتيره والناس فرحانه دي بقى بتصطاد اسماك بقى كتير وفي انتاج اسماك كبير. لحد دلوقتي ما ظهرتش المشكله بس في مشكله هتيجي دلوقتي. ايه المشكله دي؟ ان بعد ما الاسماك بتكبر وبعد ما الاعشاب او الكائنات المائيه دي تكبر بصوره كبيره قوي هتكبر ويكون لها عمر معين يعني هي كبير يعني هي يعني مش تكبر لحد ما تثنيها لا بتكبر بعد عمر المفروض انها خلاص بتدبل وتموت. فتدبل وتموت ممكن تطلع فوق على السطح هنا او ان الطحالب بتكبر شويه وتبقى كلها لحد السطح هنا زي دي اللي احنا شفناها في الصوره اللي فاتت دي. ايه مشكله ان بيكون في الطحالب او الالجي موجود على السطح بالشكل ده الاخضر اللي احنا لسه شايفينه حالا ده؟ ايه مشكلته؟ بيمنع ان اشعه الشمس دي تخترق الميه فتنزل الاسماك دي عشان تحيا. بيمنع اشعه الميه دي انها تخترق الميه فبالتالي النباتات دي تعيش. فبعد فتره ممكن توصل ل10 سنين ل20 سنه فتره كبيره شويه يعني الاسماك كل النباتات المائيه دي تموت فتبقى موجوده في القاع بالشكل ده. تبقى موجود هنا بالقاع بالشكل ده موجوده هنا في القاع. ايه مشكله ان الكائنات الحيه دي او عفوا الطحالب او النباتات المائيه دي تموت؟ اما بتموت في القاع حاجه طبيعيه ان يكون في حاجه اسمها بكتيريا. البكتيريا دي عايزه تعمل ايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في النباتات المائيه دي؟ عايزه تعملها عمليه تحلل. في بكتيريا جوه الميه في نقط كده اسمها بكتيريا. البكتيريا دي عشان تعيش جوه الميه وتنيها اطول فتره ممكنه بتيجي عند اي حاجه ميته تبدا تتغذى عليها. عمليه التغذيه دي احنا بنسميها تحلل. يبقى البكتيريا دي بتعمل تحليل او تعمل تحلل للمواد الايه او للنباتات الميته دي. عشان تتم العمليه دي لازم يكون في اكسجين. زي ما الانسان عشان يعيش لازم يكون في اكسجين البكتيريا دي عشان تحلل المواد العضويه دي لازم يكون في اكسجين. طيب مين بقى بياخد الاكسجين جوه الميه؟ مش الاسماك المره دي، اللي بياخدها هو البكتيريا. فالبكتيريا دي بتبدا تمتص الاكسجين بكميات كبيره، كل ما تمتصها بكميات كبيره بتخلص تقريبا الاكسجين الموجود في الميه. فبالتالي بيحصل نقص اكسجين. اما يحصل نقص الاكسجين بيحصل الاسماك دي ايه؟ بتموت زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت هنا كده.
الصوره دي ان الاسماك دي ماتت نتيجه ايه؟ الاسماك دي موجوده في الميه دي ماتت ليه؟ ماتت نتيجه نقص اكسجين في الميه. يبقى بالترتيب كده عشان لو في الامتحان سالت يعني ايه استواء غذائي، تقول له ان انا لو انا زودت كميه المواد المغذيه في الميه زي النيتروجين والفوسفور، ايه مشكلتها؟ مشكلتها انها النباتات هتنمو بشكل كبير، فبالتالي تغطي سطح الميه، فبالتالي تمنع اشعه الشمس انها توصل لتحت. واول ما تمنع اشعه الشمس دي، الاسماك دي محتاجه اشعه الشمس، ممكن برضه تموت. رقم واحد. رقم اثنين، النباتات دي اما تبدا تكبر 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 وبعدين في الاخر تموت، هتنزل تحت في القاع، فيبدا انها يحصل لها عمليه تحلل. عشان يحصل عمليه التحلل دي لازم يكون في دي او، لازم يكون في اكسجين مذاب جوه الميه. الاو 2 ده لما بينزل جوه الميه بنسميه دي او، اكسجين مذاب. الاكسجين المذاب ده مين اللي بيستهلكه؟ بيستهلكه الكائنات الحيه او البيعاكم، بيستهلكه البكتيريا عشان تعمل عمليه التحلل دي. فكل الاكسجين ده يقل، كل ما يحصل نفوخ للايه؟ للاسماك. وده هنتكلم عنه ان شاء الله بعد كده. ليه السمك بيموت اما بيوصل لحد معين من الاكسجين المذاب في الميه؟ نقرا في الموضوع ده، هتلاقي كل اللي انا شرحته دلوقتي موجود عندك هنا ومكتوب. نحاول نذاكر القصه دي لان السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان. في حد عنده سؤال في الحته دي يا جماعه؟ في حد عنده اي سؤال في الحته دي قبل ما نختم؟ عشان بس وقتنا بقى عندنا 5 دقائق. في حد عنده اي سؤال يا جماعه في الحته دي؟ طيب السؤال بس اللي بيطرح نفسه وده اللي احنا هنجاوب عنه السكشن الجاي ان شاء الله، اللي هو انا ازاي اعرف ان حصل تلوث في الميه؟ ازاي اعرف ان الميه دي ملوثه؟ كنا جاوبنا على السؤال ده في اول سيكشن، حد فاكر؟ كنا جاوبنا على السؤال ده في اول سيكشن، حد فاكر؟ مش فاضل يا مايكل. عن طريق لون الميه بيتغير او البي اتش بتاعتها او يعني فاحنا المره الجايه ان شاء الله اي حاجه تخص ما بتتغير. فاحنا ان شاء الله في السكشن الجاي هنتكلم ان في حاجه اسمها معايير او الووتر كواليتي بارامترز او معايير جوده الميه، دي اللي احنا هنتكلم عنها السكشن الجاي، ونعرف امتى اقدر اقول الميه دي ملوثه او لا. مش بس عن طريق اللون، مش بس عن طريق البي اتش، لا ده عن طريق حاجات كتير جدا اقدر ان انا ادرسها. باخد عينات من الميه واقدر اقول لك في الاخر الميه دي ملوثه او ايه او لا. في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ في حد عنده اي سؤال؟ طيب احنا كده خلصنا السكشن. باشمهندس حضرتك كنت بتفرق في الشيت وبتقول لي انا نقله وانا مش نقله. طيب حاضر، يعني ممكن بس نقفل التسجيل ده عشان ايه؟ في حد فتح الكاميرا تقريبا، ما اعرفش مين فتح الكاميرا. ترجمة